الملعب، لكن كرة قطعها دي ماركو، لعب بينها حلوة لتورام، تورام بالعرض أرناوتوفيتش يسجل الهدف الأول للإنتر. عرضية رائعة من ماركوس تورام، لكن فيدريكو دي ماركو، عمل رائع من فيدريكو دي ماركو. الإنتر يتقدم بالهدف الأول يا ماروتا، الانتر يتقدم بالهدف الاول عن طريق أرناوتوفيتش اللي سجل الهدف الاول لمصلحة الانتر. 1-0. شوف هنا الضغط اللي موجود، وشوف هنا المحاولات اللي كانت موجودة، وشوف الكرة ده فراتيزي، ده دافيد فراتيزي هو من يسجل الهدف الاول في الدقيقة 19 لماركو، الى ماركوس تورام. وهنا المرة دي يعني اخطأ الرقابة لوكا ماتسيتيلي، سبقه وعلى طول حطها بركبته ثم بصدره دافيد فراتيزي، ويسجل اول اهداف الانتر في المباراة. 1-0. كوادرادو بعرض الملعب، لمسة عند نيكولو باريلا اللي مرة كرة بينية حلوة حلوة حلوة، فراتيزي عرضية، الهدف الثاني للانتر، يحسمها الانتر بهدف ثاني ويصعب المهمة على فروزينوني. فراتيزي سجل وصنع، وهدف ثاني بإمضاء أرناوتوفيتش. 2-0 في الدقيقة 60. ها هو الانتر يقتل امال فروزينوني بهدف ثاني، وماروتا ولا كأنهم عملوا اي حاجة. 2-0، ثلاث اهداف وماركو أرناوتوفيتش. الهدف الاولاني كان سجله دافيد فراتيزي، كنت انا اظن في الاول ان هو أرناوتوفيتش، لكن أرناوتوفيتش قال لي مش هخليها في خاطرك. شوف كوادرادو الى ماركوس تورام، الى كوادرادو اللي لعب التمريره حلوه. شوف باريلا يا ولد يا ولد، شوف النقلات شوف النقلات شوف النقلات شوف النقله، وشوف العرضيه. وهنا هدف يعني نسبي على نار هاديه، على نار هاديه. الانتر يسجل الهدف الثاني في مرمى فروزينوني، لكن منش كبير من دافيدي فراتيزي، يسجل هدف ويصنع هدف. شوف العرضيه من كريم اوكولي، وكالعاده التغطيه سيئه من اطراف ومن قلوب دفاع فروزينوني، وهدف تاني بيصعب المهمه على فروزينوني. وصراع سنسي، ينقل الكره في الطرف الايسر، بوتشانان مع الكره، بوتشانان يحاول ان هو يلعب عرضيه تاجون بوتشانان، وهنا هدف ثالث، هنا هدف ثالث للانتر. تاجون بوتشانان يسجل اول اهدافه بقميص الانتر، ها هو يشارك ويسجل الهدف الثالث، اهو هدف ثالث لمصلحه الانتر. تاجون بوتشانان الكندي يسجل هدف جميل الان في ارضيه الملعب، 3 الانتر لا شيء. فروزينوني فرحان طبعا، فرحان فرحان بوتشانان اللي يسجل اول اهدافه بقميص انتر ميلان السنه دي، انضم في يناير وكان عنده امل ان هو يعمل حاجه في وقت كانت الظروف صعبه ان هو يشارك فيها، لكن هو شارك وسجل. الكندي تاجون بوتشانان يسجل اول اهدافه بقميص الانتر، والهدف الثالث لمصلحه انتر ميلان، عشان تبقى النتيجه 3-0. كوادرادو مع الكره، كوادرادو يلف عرضيه حلوه عند ماركوس تورام، نزل الى لوتارو، استلم وشاط، سجل الرابع، سجل الرابع واكد على صدارته لهداف الدوري. الانتر لا يمزح، الانتر لا يمزح، الانتر يسجل الرابع ويصعبها على فروزينوني. 4 الانتر لا شيء، فروزينوني هدف روعة من لوتارو مارتينيز. 4-0. كرنفال للانتر في مباراة اليوم. باشا انت محدش قدك يا عم ماروتا، باشا قاعد كده مش عايز يبص للكاميرا ولا عايز الكاميرا تسرق الاضواء منه، كل ما الكاميرا تجيله يعمل كانه مش واخد باله. شوف هنا لوتارو، وهنا الاستلام على طول بدوران بتسديده في اقصى الزاويه اليسرى لحارس المرمى ميشيل جيروفوليني، عشان تبقى النتيجه 4 الانتر لا شيء، فروزينوني. 4-0. 4-0. شوف هنا لوتارو والتسديده اللي سكنت اقصى اليسار، عشان تبقى النتيجه 4. البحث عن سولي، ولكن ضغط عليه لعيبه الانتر، هنا راح انفراد.
كرة ترام، هنا راح انفراد ترام، ترام راح انفراد، ترام ممكن الخامس، ممكن الخامس، الخامس الخامس الخامس، خمسة 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 للإنتر، ولا زال فروسينوني لم يسجل في تاريخه إلا مرة واحدة في الإنتر، خامس الأهداف. يوسيبيو دي فرانشيسكو أخرج كل دفاعه وانتحر، فعاقبه الإنتر بخمسة، عاقبه الإنتر بخمسة يا ماركوس يا ترام، 5-0. الله يخليك لقطة تانية على باروتا، لأن جاب ده ببلاش برضه، ببلاش منين؟ ده كان رايح للميلان. والله يخليك يا مخرج لو بتفهم عربي، بليز بليز، لقطة لقطة لو سمحت، لو سمحت الكاميرا جيبها على ماروتا. لكن شوف بقى هنا ماركوس ترام شالها تشيب فوق تشيرو فوليني، وسجل خامس اهداف الانتر في مباراه اليوم. نتيجه عريضه، هي الاثقل، هي الاثقل في تاريخ المواجهات المباشره بين الفريقين. يصبح بذلك الانتر في 6 مواجهات سابقه انتصار ساحه.